المعجم الكبير للطبراني أحبتي الأفاضل، أتمنى الآن يكتب الإسناد ويضعف لي هذا الإسناد. حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا عمرو بن عون الواسطي، حدثنا خالد بن عبد الله عن الحسن بن عبيد الله عن أبي الضحى عن زيد بن أرقم قال رسول الله إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي وإنهما لن يتفرقا حتى يردا علي الحوض. أشكرك. انتهى الوقت يا شيخ إمامي والوقت الإضافي، تفضل يا شيخ. لا المهم المهم والآن أنا أيضا استدللت بحديث من المعجم الكبير بإسناد صحيح وحديث صحيح. اقرأ لفظه، لا خليه يقرأ لفظه اللي في المعجم الطبراني. اقرأ لفظه. هو انت وقتك خلص؟ لا وقتك خلص. بس الشيخ خلي بيقول لك لفظه في المعجم الطبراني، في معجم الطبراني اقرأ لفظه. من وقتك انت؟ لا اقرأ وقتك، اقرأ. هو وقتك خلص، اقرأ لفظه. كل حديث انت تذكره اقول لك اقرأ لفظه. لا دلوقتي ما فيش وقت، لا عندك هو ولا عنده وقت ولا عندك وقت. اقرأ لفظه اللي في معجم الطبراني، اسمع اقرا لفظه. قال رسول الله اني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي اهل بيتي وانهما لن يتفرقا حتى يردا علي الحوض. خلاص هذا ليس فيه لفظه الاتباع والتمسك، انتهى الموضوع. خلاص طيب خلاص اما الجواب، هذا الحديث لا يختلف عن الحديث الذي في مسلم الذي هو ما في اشكال فيه اصلا، ليس فيه لفظه الاتباع. هذا الحديث الذي يذكره، كل حديث يقول هذا الحديث ساقول اذكر لفظه. هذا الحديث ليس فيه تمسك ولا فيه اتباع ولا فيه انكم اذا تركتمه لن تضلوا. هذا الحديث خلاص يعني خذه معك تفضل. الان نرجع الى موضوعنا، موضوع الحديث الذي نحن فيه نرجع الى طريق.